طريقة مهمة وكتير جميلة بتساعد الغلاف الخارجي تبع المخبوزات انه ما ينشف اثناء الخبز. نحن بس نحط مخبوزاتنا بقلب الفرن بتكون الغازات عم تسخن بقلبه وبتتوسع وبتدفع باتجاه الخارج ليكبر حجم المنتج. اذا نشف الغلاف الخارجي ما حتتوسع معنا المخبوزات بشكل جيد وحتبقى كثافتها كتير قليلة. لنفس الوقت اثناء غلي هيدي العجينة الغازات عم تسخن بقلبها وعم تزيد اطلاق الغازات من الخمائر بسبب الدفى اللي بلشت تشعر فيه اللي بتضلها تتحمله لحد درجة حرارة 60 درجة مئوية تقريبا بتضلها تعطينا غازات وبيزيد نشاطها بزيادة بإطلاق الغازات. يمكن توقف عن التكاثر ولكن بتزيد كمية الغازات اللي عم تعطيها كل ما ارتفعت الحرارة لحتى توصل لحد 60 درجة مئوية وبتموت. المي اللي عم تغلي أيضا هتساعد بجل تانة النشا اللي هو 80% من وزن حبة طحين هو عبارة عن نشا. عنا نسبة من البروتين وشوية قشور وألياف. على الحرارة النشا بيتجلطن، بس يتجلطن النشا حيحتفظ بالرطوبة اللي بقلبه، حيعطينا ملمس للقشرة بيلمع وناعم وقد نحصل على قشرة مقرمشة أيضا. هلا بوجود المحسن الخبز، إذا حدا عم يشرب محسن الخبز وعنده فرن هواء سخن فيه بخار ببخ المي أو البخار على المخبوزات على الغلاف الخارجي حيستغني عن هيدي العملية، ولكن بتساعدنا أكثر شيء بموضوع وقت الخبز. إذا ما كنا شاطرين أيضا في مكان مناسب حرارة الخبز بنكون نحن أعطينا فرصة للخمائر تعطينا حجم أكبر للمخبوزات قبل ما ينشف الغلاف الخارجي، بتطلع كثافتها أقل وبتطلع القشرة بتلمع شوي وجميلة. ما تنسوا تعملوا لزيارة أختنا هدى، وبدي أتشكر أختنا الخطيب كمان اللي هترك لهم منشن اللي عنده حشرية يفوت على صفحتهم خباز 99. ما تنسوا المتابعة والإعجاب ومشاركة الفيديو.